الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا ببارك له على مباراه اليوم. كابتن سيد ببارك لك النهارده على الفوز على طنطا، والمكاسب النهارده كانت كتيره في عوده قفشه، عوده الشحات، عوده كهربا يلعب 90 دقيقه النهارده، مكاسب مباراه النهارده كبيره مع الفوز كمان. يعني الحمد لله طبعا، يعني في الاول والاخر هي مباراه بتبقى بعد حسم اللقب، يعني بتبقى مهم جدا ان انت تعديها بشكل كويس سواء كان فوز او عدم اصابات. النهارده رامين يعني بنفتقده او بيجي له اصابه، هنشوف في الاشعه هتقول ايه بكره، لكن الحمد لله على كل شيء. يعني يهمنا جدا ان احنا حالتنا الفنيه تبقى تدريجيه على مستوى عالي لحد ما نوصل لمباراه الوداد. النهارده كهربا بادي بشكل كويس، حسين كمان النهارده انا مبسوط الحمد لله، 400 الى حد كبير مقبول يعني، فان شاء الله الرحمن اللي جاي يبقى احسن باذن الله. اتفرجتوا على مباراه الوداد والرجاء، حضرتك والكابتن سامي قمصان والكابتن احمد سليمان، رايك ايه في الفرقتين؟ بص طبعا هي مباراه كانت الاثنين كانوا قلقانين من بعض بشكل كبير قوي بحكم الترتيب هناك في الجدول يعني، لكن خلينا الجزء اللي خصنا يعني مش مباراه الوداد بس مع الرجاء، مباراه حتى المباراه اللي قبليها يعني، ولسه عندهم ماتشين ثلاثه قبل مباراتنا يعني، ان شاء الله الرحمن نجمع عندهم معلومات كويسه ونحضر بشكل كويس، ويا رب يكون التوفيق معانا باذن الله. عندنا بكره في تمرين الساعه 11، وعندنا كمان مباراه يوم الاربعاء مع ترسانه في كاس مصر. الاهلي طبعا بيخش كل البطولات الهدف الحصول على هذه البطوله، كمان ايضا ضغط وتوالي مباريات، ولكن هو عاد النادي الاهلي يلعب على كل بطوله. يعني طبعا هي مباراه بدوافع مختلفه، مباراه الكاس دي مفاجاتها بتبقى مش ظريفه خالص يعني، بغض النظر عن ترتيب الفرقتين او المستوى الفني اللي ما بين الاثنين، في العالم كل مباراه الكاس بتبقى مليئه بالمفاجات، مش عايزين نفاجئ بحاجه مش ظريفه يعني، نحضرها بشكل كويس ايا كان اللي هيلعب يعني. عندنا طبعا الماتش الجاي عمرو سليم مش موجود، انذارات، ثلاث انذارات، عندنا كمان ايمن اشرف ثلاث انذارات، عندنا رامي ربيعه يبقى غايب، لكن هيرجع لنا احمد فتحي ووليد، ان شاء الله الرحمن ربنا يكرم باذن الله ونعديها باذن الله. مبروك. نعم مبروك، الله يخليك، شكرا. كابتن ايمن ده